الله وبركاته. نرحب بكم في رياض ومدارس الوطن العربي. أعزائي الأطفال، اليوم سنتعرف على حرف جديد وسيصبح صديقنا. هل متشوقين لرؤيته؟ حسناً، سنراه الآن. إنه جميل جداً، ولكن يا ترى ما اسم هذا الحرف؟ هل تعرفون اسمه يا صغاري؟ حسناً، أنا سأقول لكم. اسمه ضاد وصوته إض. اسمه ضاد وصوته إض. اسمه ضاد وصوته إض. والآن تعالوا معي يا أصدقاء لنستمع قصة حرف الإض. الضبع. في شارع الضباب انطلقت السيارة الخضراء بأقصى سرعتها، فأشار إليها ضابط المرور بتخفيف السرعة والتوقف، ولكن السيارة الخضراء استمرت في سرعتها فقطعت الإشارة الضوئية الحمراء وصدمت ضبعا هاربا من حديقة الحيوانات، فكسرت ضلعه وخلعت ضرسه، فنقله ضابط المرور إلى الطبيب البيطري ليعالجه ويعيده إلى أصدقائه في حديقة الحيوانات. إذن ما اسم الشارع الذي ورد في قصتنا؟ نعم، أحسنتم، شارع الضباب. ما لون السيارة التي تسير بسرعة كبيرة؟ صحيح، سيارة خضراء. من الذي أشار للسيارة الخضراء لكي تتوقف؟ أحسنتم، ضابط المرور. هل توقفت السيارة عندما أشار لها الضابط؟ ممتاز، لا، لم تتوقف واستمرت بسرعتها. بماذا اصطدمت السيارة؟ أحسنتم، نعم صحيح، اصطدمت بضبع هارب من حديقة الحيوانات. ماذا أصاب الضبع عندما صدمته السيارة؟ ممتاز، كسرت ضلعه وخلعت ضرسه. والآن يا صغاري سنتذكر الكلمات التي وردت بالقصة وكانت تحتوي على حرف الإض. ضابط، إض، ضابط، إض، خضراء، إض، خضراء، إض، ضبع، إض، ضبع، إض، ضباب، إض، ضباب، إض، ضرس، إض، ضرس. إذن حرفنا لليوم هو حرف إض. إض، إض، هيا لنردده سويا. إض، 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 إض. أحسنتم، والآن بصوت أعلى وأقوى. إض، إض، إض. أحسنتم، والآن يا صغاري سنتعرف على أشكال حرف الإض. إض أول الكلمة، إض أول الكلمة، إض أول الكلمة. هيا رددوا معي، إض أول الكلمة. أحسنتم، إض وسط الكلمة، إض وسط الكلمة، إض وسط الكلمة. هيا رددوا معي، إض وسط الكلمة. أحسنتم، إض آخر الكلمة،
إض آخر الكلمة، إض آخر الكلمة. هيا نردد سويا، إض آخر الكلمة. أحسنتم. إض أول الكلمة، إض أول الكلمة، مثل كلمة ضابط، ضابط. إض أول الكلمة. إض وسط الكلمة، إض وسط الكلمة، مثل كلمة خضراء، خضراء. إض وسط الكلمة. إض آخر الكلمة، إض آخر الكلمة، مثل كلمة أبيض، أبيض. إض آخر الكلمة. والآن يا صغاري سنقرأ حرف الإض مع حروف المد الطويل والمد القصير. إض آ ضا، إض آ ضا، إض آ ضا. هيا نردد سويا، إض آ ضا ضا ضا. إض أو ضو، إض أو ضو، إض أو ضو. هيا نردد معا، إض أو ضو ضو. إض إي ضي، إض إي ضي، إض إي ضي. هيا نردد سويا، إض إي ضي ضي. إض فتحة ض، إض فتحة ض ض ض. إض ضمة ضو، إض ضمة ضو، إض ضمة ضو ضو. إض كسرة ضي، إض كسرة ضي، إض كسرة ضي 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 ضو. إض فتحة ض، إض فتحة ض ض ض. إض ضمة ضو، إض ضمة ضو، إض ضمة ضو ضو. إض كسرة ضي، إض كسرة ضي، إض كسرة ضي 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 ضو ضو ض ض. ضي ضو ضا. والآن يا صغاري سنقوم بقراءة بعض الكلمات التي تحتوي على حرف إض. أب يض أبيض، أب يض أبيض، أب يض أبيض. هيا سويا نردد، أب يض أبيض، أب يض أبيض. أحسنتم. ضر اس ضرس، ضر اس ضرس، ضر اس ضرس. هيا رددوا معي، ضر اس ضرس، ضر اس ضرس. أب يض أبيض، أب يض أبيض. أحسنتم. هيا بصوت أعلى، أب يض أبيض، أب يض أبيض. ضر اس ضرس، ضر اس ضرس. أحسنتم. إذن يا صغاري حرفنا لليوم
هو حرف الإض، وله صديق يشبهه كثيرا. هل تذكرتموه؟ نعم، أحسنتم، إنه حرف الإس، وهو يشبه حرفنا لليوم حرف الإض. ولكن حرف الإض على رأسه نقطة، ونقول عنه إض إض. ولكن حرف الإس ليس عليه نقاط، وصوته إس إس. أحسنتم. وسنتعرف الآن يا صغاري على طريقة كتابة حرف الإض. ونبدأ بإض أول الكلمة. نضع القلم على نقطة البداية، نصعد جبال ثم ننزل على السطر، نمشي بشكل مستقيم، نرسم لها مطب صغير ثم نكمل بشكل مستقيم، ونضع نقطة الإض. إض وسط الكلمة، نرسم يدها الأولى على السطر هذا الشكل، ثم نرسم جبال وننزل الجبال ونكمل بشكل مستقيم، ونرسم مطب صغير ثم نكمل بشكل مستقيم يدها الثانية، ولا ننسى نقطة الإض. إض آخر الكلمة، نرسم جبال ثم ننزل الجبال، نمشي بشكل مستقيم ونرسم لها مطب ونصف دائرة، ولا ننسى نقطة الإض مرة أخرى. من نقطة البداية أصعد جبال ثم ننزل، نمشي بشكل مستقيم مطب، ثم نمشي بشكل مستقيم مرة أخرى، ولا ننسى نقطة الإض. إض وسط الكلمة، يد على السطر، نرسم جبال، نمشي بشكل مستقيم مطب، ثم يدها الأخرى ونقطة الإض. إض آخر الكلمة، جبال، نمشي بشكل مستقيم مطب، نصف دائرة، ونقطة الإض على رأسها. هكذا تعلمنا طريقة كتابة حرف الإض. الضاد مع الفتحة ض ض ض ض ض. الضاد مع الضمة ضو 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 ضو. الضاد مع الكسرة ضي 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 ضي. والضاد مع الساكن ض ض ض ض. الضاد المفتوحة ضبع ض ض ض ضبع. ضاد مضمومة ضباط ضو 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 ضباط. الضاد المكسورة ضفدع ضي ضي ضي. الضاد الساكنة مضرب ضد.